النهاردة عاوز أتكلم مع حضراتكم في موضوع مهم جدا، وهو الاحتراف وخروج أكبر عدد من اللاعبين المصريين للمشاركة في الدوريات الأوروبية أو حتى الدوريات العربية في كل الرياضات والألعاب، سواء الرياضية الفردية أو الجماعية. الاحتراف هو سبب رئيسي في تطور مستوى اللاعبين المصريين، لأن بطبيعة الحال اللاعب المحترف بيختلط بمستويات فنية عالية جدا في كل المسابقات اللي بيخوضها، سواء قارية أو محلية، ده بالإضافة كمان للانضباط اللي بيكون موجود في الأندية برة، واللي مش بنلاقيه في كتير إلا عدد قليل من الأندية المصرية زي مثلا الأهلي والزمالك. حلو وجميل إننا نلاقي لاعبين مصريين كتير بيحترفوا برة في سن صغير، وده بالتأكيد هو شهادة نجاح للرياضة المصرية وللأندية المصرية، إنها تقدر تكتشف خامات وعناصر مميزة وتشتغل على تنميتها. لكن خلينا نقول كمان حاجة مهمة جدا، إن المحترفين دول ما كانوش هيظهروا ولا هيتشافوا بره لو ما كانوش بيشاركوا في بطولات كبيرة وقدموا أداء قوي. ودليل على كلامي إننا مثلا بنشوف في كرة اليد أكتر من 12 أو 13 محترف بره في أوروبا، ومش بنشوف ده محترفين في ألعاب تانية أو بالعدد ده مثلا في كرة السلة، رغم أن كرة السلة أو مستوى المنافسة في البطولات المحلية لكرة السلة أقوى بكتير من منافسات البطولات المحلية لكرة اليد اللي في أغلب الأوقات ممكن تنحصر بين الأهلي والزمالك. بنشوف كرة السلة منافسة بين أكتر من فريق، عندك الأهلي، الزمالك، الجزيرة، سبورتينج، الاتحاد السكندري، بنشوف صراع قوي جدا على الفوز بالبطولات، وتنوع كمان اللي بتحسم الألقاب. في وسط كل المنافسة دي بيظهر لاعبين صغيرين مستواهم الفني مميز جدا، لكن مش بنشوف محترفين كتير، وده سببه أن منتخب كرة السلة بقاله فترة كبيرة أو فترة كبيرة بعيد عن المشاركة في دورات أولمبية أو في بطولات كأس العالم، وبالتالي اللاعبين دول مش بيتشافوا في الأندية اللي بره. لكن في المقابل بنشوف كرة اليد مثلا، منتخبنا دايما ليه تاريخ ودايما بيكون متواجد في الأحداث الكبرى، وبالتالي اللاعبين بتوعنا بتبقى عليهم العين، بيجي لهم عروض للاحتراف، وسمعة كمان اللاعب المصري في كرة اليد بره في أوروبا مميزة جدا. طيب خلينا نقف هنا ونطرح سؤال أو نسأل نفسنا سؤال، هل الاحتراف ده مستوى فني وأداء داخل الملعب فقط، ولا الموضوع ليه أبعاد تانية ممكن تكون غايبة عن كتير مننا؟ ببساطة الاحتراف ده حياة كاملة ليها أبعاد كتير جدا جوه الملعب وبره الملعب. طيب السر في استمرار عدد من اللاعبين لسنوات طويلة في الاحتراف هو اللي أنا قلته لكم ده، في حين بنشوف لاعبين تانيين ما بيكملوش وبيرجعوا تاني رغم مستواهم الفني الكبير جدا، ولينا في ده أمثلة كتير مش عايزة أذكر حد بعينه ومش هتكلم عليها دلوقتي. اللاعب المحترف ده بيكون مطلوب منه أولا أهم حاجة إن هو يعرف يتواصل، أول حاجة إن هو يتعلم لغة البلد اللي هو عايش فيها، أو على الأقل يقدر يكون عارف يتواصل مع الناس هناك ومع مدربه ومع زمايله، وده موضوع مهم جدا إن هو يكسر حاجز عدم التواصل ده. اللاعب المحترف كمان بيكون مطلوب منه إنه يلتزم بقواعد النادي اللي بيشارك ضمن صفوفه وتعليمات الجهاز الفني، ويكون سفير لبلده وسفير لزمايله، لأن تصرفاته بمزاجنا أو غصب عننا بتسيب أثر سواء إيجابي أو سلبي عن زمايله في بلده. لو خدنا مثال على الاحتراف أو على كلامي اللي أنا بقوله ده، مش هنلاقي أكتر ولا أكبر ولا أعظم من محمد صلاح، اللي بسببه ومن خلاله العالم كله بقى بيبص للاعبين المصريين في كل الألعاب بعين الاحترام والتقدير، وده لأنه بأخلاقه تصرفاته والتزامه أكبر الجميع إن هو يحترمه. تاني وتالت ورابع، الاحتراف أسلوب حياة كامل متكامل، ولازم دي الرسالة اللي نوصلها لولادنا ولاعبتنا في كل الأندية والمنتخبات، ولازم نعرفهم إن وجودك كمحترف بره بلدك بيحط عليك مسؤوليات كبيرة جدا داخل الملعب وبره الملعب. لازم اللاعب وهو مسافر يحترف يكون فاهم كويس قوي إن الموضوع مش سهل. اللعيبه مثلا تبقى فاكره ان هي هتروح هتحترف الارض مفروش بالورود، مفيش الكلام ده، وانه عشان ينجح ويستمر لازم يتعب، لازم يجتهد، لازم يضحي بحاجات كتير قوي، ودايما يكون حاطط عينه
على الأمثلة اللي نجحت ويشوف هم عملوا إيه عشان يوصلوا لنجاحهم ده، ويقدر إن هو كمان يوصل للي هو حاطه لنفسه.